أعزائي مرحبا بكم، لقائنا يتجدد مع فريق الطيار هشام عجاج نائب رئيس اللجنة العراقية ورئيس حركة العلماء العراق سابقا. كابتن هشام مرحبا بك مرة ثانية. طبعا ذهبت إلى قطر قبل أسبوع لمشاركة في عمل كراس في كأس العالم 2022 في دولة قطر. يعني هذا الكراس شفته انت، سويناه كل 4 سنين في البرازيل وفي روسيا وفي امريكا وفي كل بطولات كأس العالم. شنو رايك بهذا الكراس؟ يعني شو تتوقع ان الجمهور اللي يشوفون هذا الكراس؟ بس لازم اتكلم الحقيقه. انت شخص يعني دائما سباق في هذه المواضيع، خاصه في مساله الكراس والكراس وتهيئه وكذا. انت تعرف كاس العالم ما راح يبدي بدون كراس، طبعا لازم يبدي الكراس وبعدين يبدي كاس العالم. صح. حتى العالم كلها لما تفتح الكراس تشوف لعبه اليوم المانيا ومنتخب، شوف من اللاعبين اللي موجودين في ملعب الملعب وقت تأسس هذا الملعب. فالمشاهد يعني يدخل تاريخ كرة القدم، يدخل الساحة يعرف هذا فريق ألماني، هذا تأسس الفريق كذا 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 زين وفاز بكأس العالم كذا كذا، وبعدين اللاعبين مالته هذول جدا هذول الأكل المدرب مالهم لا راح يلعبون في مدينه كذا الملعب الفلاني، والانجليزي هم نفس الشيء. المشاهد راح يرتاح لما اكو في الاشياء باك جراوند، يعني عنده من يدخل للملعب عنده معلومات انه رقم 11 فلان ورقم 12 فلان من الفريق من الفريق، بعدين يعرف في ملعب راح يصير كذا. فالكراس شيء حلو وحاله يعني تنظيمية جيدة. واقف انت واقفين جماعة يعطون الكراسات للداخلين واحتمال يحملوها على التذكرة، يعني يقول لك هذا $10 او دولار واحد الكراس مالته زين يبيعوه ويا البطاقات، فيخش يكون ممنون منك. وبعدين انت هذا الكراس مو سهلة، انت اكيد باذل في الجهد، وانا شفت قسم من عندك باذل الجهد يعني خير. انت استاذ مؤيد قيمكم كلمه في هذا الكراس قيمه لانه هذا مو سهل، يعني من الطبوع وبعدين احمر واخضر وكذا، يعني من الالوان الى الغلاف الى نهايه الغلاف، وش يتضمن وشلون الفرق تسلسلها على اي اساس، مثلا نجيب انت الفرق الفائزه بكاس العالم جدول من هذا الى تاريخ كاس او تاريخ كاس العالم، وهذا لانه كاس العالم كل 4 سنوات يصير مره واحده، فالناس تريد تعرف حتى ما يحب الكره حتى ما يعتبره فيلم بوليسي ويباوع عليه، يعني لانه الناس دائما تحب تقرا تتعلم يعني. اما اجي اخش الملعب هذا من الرقم هذا ما اعرفه، هذا شنو يا فريق عندنا فد مشكله صارت في زماننا، فالواحد يشجع كذا اللعبه كلها يشجع فلان وكذا، طلع يقول علي اللي يشجعه يعني هو طلع وصيح بعدين قال له يا اخي هذا الفريق مالتك اللي هو ضد فريقك هذا هو الاخضر مو العمال زين، فيعني لا هيجي ولا هيجي، لكنه لما تحضر مستلزمات البطوله من ضمنها الاشياء الاساسيه هو الكراس. حلو استاذ كابتن هشام، انت جيت من قطر طبعا، وضح للجمهور عن بطوله كاس العالم السوقان في قطر دوله قطر، يعني شلون تحضيراتها شلون تصور الملاعبها او الجمهور منين راح يجون بيع البطايق شلون، وضح
للجمهور. يعني انا تمام عايش في قطر صار لي حوالي 17 سنه. زين راح اتكلم بصراحه وبمنتهى الحصاحه. يعني ما اريد اقول هذا زين وهو مو زين، اقول هذا زين لا. اول ما اخذوا كاس العالم يعني البطوله الموافقه صارت على قطر قبل 10 سنين. لا مو 10 سنين. أقل شيء. ف الحكومة من القمة إلى أصغر واحد قام يشتغلون كأنما في حركة وفي حركة دؤوب ومنتظم وشيء يفتخر به. يعني أنا من الناس اللي تقول أخي مو راح يعني قطر لا حد يسوي لك معك ملعب في 65,000 وفوق وكذا والفنادق والنهائي الفنادق الطرق الاشياء الاخرى المستلزمات الاخرى شلون راح تستوعب هالكميه من الناس اللي راح تجي اثناء هذا كله. لكن بعد ما كنت اشوف سنه على سنه كل الامور تتغير في قطر وشفت كل المسؤولين مسؤولين كل واحد يقول اني من مكاني ويشتغل في شغلته ويطورها واذا احتاج يجيب الاخ نظير ويجيب فلان يعني وياه بالمجموعه ويبدي ياخذ رايهم وكذا. اضافه الى ذلك هم ايضا هم صارت فد كوبريشن يعني تعاون بينهم بين الفيفا والفيفا قدمت ايضا تعاون ويا مثلا ابو المباريات او المسابقات مثلا شنو الاخطاء القديمه اللي صارت في المسابقات شنو بالملاعب النواقص كذا كل احد. الان يعني ما اريد اقول لك 100% الملاعب صارت جيده وانما هي يعني 99% 98 انه الملاعب يعني كامله وشافوها جماعتنا يعني لعبوا يعني في مباريات يعني كثير. الشغله الاخيره يعني الجيده ايضا من فيها انه هاي مال البطائق سووا نظام يعني فعلا يعني انا دماغي واقف شلون راح هذا انه لازم لما تحجز لازم تعطي باسبورتك لازم تعطي شهادتك لازم تطلع انت مين الايميل مالك مين حتى يحجزوا لك البطاقه لانه ما يريدون يتفاجئون ويتعاركون بالباب ضرب برازيات وهذا كذا. حتى ما قام يبيعوها بالمولات يعني. لكن حسب معلوماتي واتصالاتي ويا الاتحاد يقولون عشان بطايق انباعت اهمها البلاي اوف شلنا ربنا يقول لك هذا سولد اوت يعني عدم موجوده. لا تقدر انا اقول لك هذه المسألة أنا أقول لك ذكار من الاتحاد القطري لكرة القدم. ليه؟ هو من بيجي منظم كأس العالم. هم يعني هم يعني أكيد المنظمة وياهم صارين جروب واحد. يعني هم ما يريدون يفقدون كل شيء ها بعد 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 ست أشهر المباراة. بقول لك أخذ بعدين مثلا رئيس الاتحاد جاب ابنه وجاب مرته وجاب وين يبغى؟ هم شايلين هذا يقول لك فيه تعال يقول لك رئيس الجمهوريه ما صديق الشيخ تميم الله يحفظه مثلا يريد يجي وين يقعدوا؟ يعني محجوزة من قبل فبالتأكيد عندهم اشياء فارغه الان هم ضاغيها لاسباب كثيره لاسباب كثيره وجيهه يعني مو تقول هيك يعني مسؤولين رياضيين كبار يعني من رئيس اللجنه الاولمبيه مثلا وين خلوه؟ رئيس الاتحاد الدولي وين خلوه؟ رؤساء الاتحادات المشاركه في البطوله فين رؤساء الاتحادات رئيس اللجنه الاولمبيه رئيس الاتحاد الاسيوي رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد
شلون كراسي حاسبينها؟ فمن حسبوها منين اخذوها؟ منين اخذوها الكراسي؟ لكن الجمهور عندي وايد اجانب من الخارج هذا انا شفت في ايطاليا رحنا وفد انا وسامعين رحنا ويانا منو والله كان ويانا ها عدنان درجان كان عدنان درجان ويانا قعدنا احنا رايحين يعني رئيس وفد مال الاتحاد زين واثنين اعضاء الاتحاد زين قعدنا بنهايه هذا قلت انتم ما عدنا احنا الا هذا الا هذا المكان فيعني انت ما تقدر تقول لهم ليش هذا هذا مثلا رئيس جمهوريه وصديق رئيس جمهوريتهم يقول لا ما اعطيك كرسي يعني ما 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 ترى او رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ما عنده هاي كلها حاسبين فحاسبين ولهذا يقول لك هذا بوكل الا سيف سايد بالسيف سايد يخلي نفسه ها بالموقف الغير محرج زين نقطه بس نجي على نقطه الفنادق فنادق او الطيران اي نعم يعني فنادق موجوده ايضا والله بنوا فنادق فنادق وايد يبنون بنوا فنادق ممتاز قطر يعني انا اقول لك اياها تحضروا وتحضير يعني كلش جيد ويشتغل يشتغلون انا حسب علمي ما اريد امدحهم اكثر من اللزوم لان اخاف يروحون هو كيف بقطر لكنه انا دا اشوف العمل يبدي من القمة إلى أصغر عامل موجود اللي دي من هسه يبدون التبليط وما تبليط والملاعب كبرة والملاعب يعني هذا الملعب اليمنى مال الأستاذ خليل الكبر 30,000 كرسي كبره خلوا فوق يعني جابوا كونستراكشن سووا له وخلوا الملاعب أقول دائرة ما دائرة كله بارك يعني يكفي يمكن المتفرجين كلهم زائدا سووا اندر جراوند الاندر جراوند اربع مهاجات اندر جراوند يعني جوا القاع اربعه واحده اثنين ثلاثه اربعه اربع جهات من كل الجهات سووا له حتى الجمهور ما يجيب سياراته ويذبها مثلا هناك خاب ما يكفي يذبها شويه بعيد ويجي يتمشى يخش بالهذا يطلع من ديش الصفحه بالهذا او مثلا هو في شلون خلينا نقول احنا في بغداد هو مثلا بالكارخو يريد يجي ملعب الشعب اندر جراوند ويجي للملعب فهذه كلها يعني الان واول تجربه الله يذكره بالخير شيخ تميم رئيس دوله قطر أمير البلاد. مثلا ركب الاندر جراوند هو افتتحها وراح من نص البلد الى اخر ملعب واخذوا يا جمهور يعني اطمئن على راحة الركاب شلون يركون شلون ينزلون وين يروحون ومن يجون يركون شلون يركبون بشكل منتظم بحيث يرفع راس دولة قطر فهذا من يشوف انت هيك شيء تطمئن لكن راح تقول لي انت ما راح يصير خطأ موجود الخطأ وارد يعني اللي يمشي يوقع الخطأ يشير يعني خطأ بس خطأ كبير اللي تتوقع انه كبير ما راح يصير ان شاء الله ما راح يصير لكن اشياء بسيطه مثلا هذه هيجي وهذه هيجي يعني يتجاوزوها بسرعه يعني حسب توقعاتي يعني قطر تنظم بطوله ما صايره بالسابق احسن بطوله حتكون حسب توقعاتي وحسب ما لاحظته من قبل اعضاء الاتحاد القطري واللجنه المنظمه لكاس العالم طبعا لجنه منظمه كاس العالم عندهم بنايه اكثر من 30 طابق هاي جلسه الفيفا مقر الفيفا يعني هالاشياء تصير تبين ان قطر ستكون اعظم بطوله لكاس العالم شنو رايك؟ اخ نظير انا ما اقدر اقول هالكلمه هذه يعني مال احسن كاس عالم صار بالهذا النتيجه النهائيه هي تقرر هي راح تقرر تقول ماكو اخطاء كل شيء هذا
من الناحيه الفنيه جيده، من الناحيه التحكيميه جيده، من ناحيه الدخول والخروج مال المتفرجين جيد، الملاعب مستلزماتها كلها جيد، كلها جيده، الترانسبورتيشن كلها، الفنادق جيده، الطيران الفلايت كله جيد. ذاك الوقت تقول هذه البطوله كل جيد. اما من هسه اقول لك اني لا احسن دوره بالعالم، قد يجوز يعني اغراء ليس بمحله. صح. بس اني اللي اقول لك اياه انه الشغل اللي دا يصير في قطر يبهر، وبعدين يونسنا ونرفع راسنا احنا كعرب، لان اول دوره عربيه تسوي بطوله كاس العالم، مو كاس خليج ولا كاس مثلا العرب ولا كاس، كاس العالم، كاس العالم كل اربع سنوات، هاي العالم كله توقف وبعد ما تقعد الى ان تنتهي البطوله. فاني اتصور حسب نظرتي وحسب ما أدا أشوفه في دولة قطر يعني جيد جدا. وعندنا أربع دول عربية، سعودية، نعم، قطر، المغرب وتونس. هذول وصلوا إلى كأس العالم، وعندنا الإمارات لا زالت تنتظر أن تلعب مع فريق أستراليا إن شاء الله للتأهل إن شاء الله أن تصعد. بس هي الفخر أول دولة عربية تقوم بكأس العالم. استاذ نظير، اني كاس العالم ترى مو سهله ان تجيب. صح. انا مثلا منظمين كاس الشباب، كاس مثلا بطوله العرب، هذا يعني هذا راح يجي 32 دوله جمهور و 32 دوله، تريد سيارات وتريد طرق وتريد فنادق وتريد كل شيء على راحتها، تريد اكل وشرب وكذا. لا انت هذا الفريق ما ياكل مثل هذا الفريق، يجي على الطباخ مال الفندق اريد اني هيك وهيك، وذاك اللاقي يقول لي ما اريد هالاكل، اريد ايطالي، هذا الاكل مكسيكي. هذا كله مو سهله، مو سهله. صح. كله لازم يريد لناس منظمين ويفتهمون شنو كاس العالم، شلون تنظم، شلون المستقبلين بالمطار من راح يستقبلون، شلون يستقبله، شلون هذا، شلون يقدم له الورد، بنيه تقدم له، لو ولد يقدم له، والمن يعطي الورد. هذا كله احنا يعني نقول كأس العالم راح تسوي قطر، بس هو ترى 100,000 حاجة يعني مادة راح تدخل به، وانت اكو قسم منهم يقول يا سار غير راح يجي بالمطار يطلعوا له ثلاثة أربعة يسألوا وياخذون باسبورتات يروح رياضيا، وإذا تأخروا بالباسبورت ثلاث دقائق أربع دقائق يقولون خسرونا لأن أخرونا بالمطار. شنو منو يغلب بطولة كأس العالم في قطر؟ رأيك من يصعد على الفاينل؟ يصعد على الفاينل أقدر أقول لك، بس من يغلب هذه بس الله سبحانه وتعالى. يالله يالله طبعا. ليش؟ لأنه كرة القدم كرة الفرص، عندك شانس أنت تصير للمهاجمين فالستة سبعة طيرة المباراة. طيب. من الستة يجيب جول، هذول من الستة يجيبون خمسة، وهذه يسموها الجيم اوف فوت اوف تشانسز، يعني لعبه تشانس، لعبه التشانس يعني هذا. ف من ياخذ الكاس اقدر اقول لك فرنسا مثلا تاخذ الكاس، برازيل برازيل لما انت تقرا البرازيل قبل اربع سنوات خسرانه سبعه وهي واحد سبعه زين سبعه تستغرب مو؟ تستغرب. وين هي البطوله؟ كان عندهم بالبرازيل، بالبرازيل وسبعه تخسر البرازيل اللي احنا كنا بعدنا صغار نقول البرازيل راح يلعب، كنا نروح كنا نحب البرازيل. روسيا ولا البرازيل قبل اربع سنين؟ روسيا؟ لا انا دحكي على مال البرازيل، هاي مال يعني كرواتيا تصعد لهذا وفرخ الباخ كلها تخسر الدرجه الاولى يعني صح زين. يعني هذه كلها كرة القدم كرة شانس. احنا جماعتنا مثلا يقولون هسه انا يعني في السؤال اوجهه اذا تسمح لي. اي يعني فريقنا يعني انا رياضي والله، يمكن اذا اسال الواحد مو رياضي هم راح يقول يعني شلون العب انا ثمان فرق ما اخذ غير اربع جوال؟ فريق عراقي سواها يعني اربع جوال تحكم عليه.
من الفرق لعبات من اللعبات شنو هذا جايب لاني حرام يعني هذا بينما ايران ثلاثه بثلاثه بثلاثه اثنين يعني وصعدت قولتك الفرق يعني اذا انا اقراها عن بين ادعكم عليهم مخش مهاجمين عندنا او مخش مهاجمين لكن فريق كله مو زين مو زين مو زين لانه غير وصل كره للوسط والوسط يوصل للمهاجم حتى المهاجم يقوم يسدد يعني هسه يعني شو تصور الفرق الاسيويه ايران كوريا ما توصل للمرحله الثانيه اذا وصلت المرحله يعني وصلت المرحله الاولى مثلا بدر او يصعدوها المرحله الثانيه الا الثالثه ما يصعد يعني ترى هيك فرنسا تاخذ البطوله والله يعني احتمال طبعا خرجت ايطاليا من البطوله هذا كان شيء يعني مؤلم هسه البطوله الاخيره في روسيا منو فاز فازت فرنسا كانت فرنسا موجوده بالتوقعات انه هي تفوز لا طبعا لا لا ما كانت وغلبتها منو دول يعني ما معروفه ما معروفه يعني كرويا مو معروفه ولكنه ما كان احد يتصور انه راح تصعد فرنسا وراح فلان وفلان يغلب البرازيل ويغلبون فلان شيء ويغلبون فلان يعني كابتن هشام قبل النهاية برنامج هذا والجمهور جدا يعني فرحان بوجودك بسماعك بهذه النقاط الحلوة عن بطولة كأس العالم شنو النقطة الأخيرة عندك تقول للمشاهد الكريم والله أنا أمنيتي يعني كعراقي أولا يعني هذا بلدي يعني وبعدين كرياضي أتمنى يوم الفريق العراقي يعني يوصل إلى تصفيات كأس ما أريد أني البطولة لأن هذا فتحلم يعني أنه يصعد إلى تصفيات كأس العالم مثل ما صعدناها سنة 1986 بالمكسيك زين فأمنيتي أنه بالمستقبل انه هذا واتمنى ايضا بالامنيه داخليه انه يبدون يهتمون بمساله يعني اداره شلون يطورون كره القدم انا ما اقصد كره القدم وانما يطورون الرياضه كلها لان انا رياضي انا تمام انا كره قدم وانا مثلا لاعب ساحه وميدان ايضا امين وكذا لكن احب كل اللعبات أنا أحب كلها يعني صرت مسؤول زين همينا بالتكرة الأولمبية همينا أمين عام لجنة الأولمبية همنا نائب رئيس اللجنة فأتمنى يعني واحد أبو الشطرنج يغلب أبو المصارع يغلب أبو التنس إحنا نروح دورة أولمبية في آسيا ونجيب لنا ما أدري ميدالية ما أدري مالية شو واللخ الثانية والثالثة يعني ضحك الضحون يعني هذا شنو دولة كبرى مثل العراق 40 مليون تعدادها هذا ودولة أضعف من عندنا تأخذ ذهبي وهذا فأنا هذا أمنيتي أنه العراق يعني إن شاء الله نشوف العراق يرتفع مستوى العالم في أمريكا عام 2026 وإن شاء الله أنت تكون موجود معنا في ميشيغان أو في فيرجينيا لمشاهدة هذه البطولة أعزائي كان لقاء رياضيا مع الفريق الطيار هشام عطعجاج رئيس اتحاد كرة القدم العراقي سابقا وعضو اللجنة الأولمبية العراقية سابقا نشكركم على مشاهدة لقائنا الرياضي هذا تصبحون على ألف خير.